النهارده حلقه مناقيش، هنعمل العجينه. العجينه دي على فكره هايله. عشان نعمل العجينه عايزين 5 كوبايات من الدقيق الابيض منخول، معلقتين صغيرين ممسوحين من الملح، 4 معالق كبار ممسوحين من السكر، 2 معالق كبار ممسوحين من الخميره الفوريه، 2 كوبايات ميه دافيه حسب ما هنحتاج، ممكن نحتاجهم اقل اكتر، 4 معالق كبار من اللبن البودره، 2 علبة زبادي بدون ميه، ودي العلبه ال 200 مللي، وكوباية من زيت الزيتون. اللي ما بيحبش زيت الزيتون او ما عندوش يقدر يستخدم زيت الذرة، ما فيش مشكلة خالص. طيب عشان نعمل عجينة ناجحة في المطلق، لازم بعد ما نخلص العجينة تلم نوقف السائل، وبعدين نفضل نعجن فيها 10 دقايق ربع ساعة، لحد ما ايه اللي يحصل، لحد ما تبقى ما بتتقطعش وما فيهاش حتت خشنة. تاني حاجة، لازم تتساب تخمر في مكان دافي رطب ضلمة متغطية. رطب بحط بولة فيها مية سخنة، ضلمة يكون دولاب أو فرن، دافي يكونوا مشغلين، تكونوا مشغلين الفرن حاجة بسيطة يدوبك دافي وتطفوه، وتكون متغطية، وعشان تضمنوا ان يوصل لها الرطوبة مظبوط يفضل الغطا ده يكون كيس. في طريقة تانية اسرع علشان الناس اللي بتكون مستعجلة، انكم تعملوا تجيبوا شوية مية دافية وتحطوا فيها معلقة خشب او عيدان خشب بتاعة خلة السنان او بتاعة الشيش طاووق، وتحطوها في المايكروويف، وتجيبوا البولة اللي فيها العجينة وتغطوها بالبلاستيك وتحطوها في المايكروويف، وتشغلوا المايكروويف لمدة 30 ثانية وتسيبوها جوه المايكروويف، هتخمر بسرعة جدا. اوكي بعد كده تكملة العجينة، لازم بعد ما تتشكل تتساب 10 دقايق تاني ترتاح. الفرن لازم يكون حامي، درجة حرارة 200، الرف في النص. اي عجاين ما تتحطش ازيد من 10 دقايق في الفرن، اول ما تطلع لازم تتغطى، بعد ما تبرد لازم تتحكم في علبه محكمه الغلق، كده تضمنوا ان انتوا النتيجه بتاعه العجاين عندكم ممتازه سواء محشيه او لا. وعلى فكره العجينه دي يطلع منها عيش كمان مش محشي هايل، سواء فلات بريد او بيتا بريد او اللي هو العيش الشامي او العيش الابيض. تعالوا نبدا. اول حاجه بنعملها كالعاده ان انا بحط هنا الدقيق، بحط عليه الملح، وبحط عليهم اللبن البودره. طيب انا عايزه اختبر يا اميره الخميره بتاعتي واتاكد انها شغاله، يبقى بجيب الميه تكون دافيه. لو الميه ساقعه هتخمر بس هتاخد وقت اطول، لو الميه سخنه هتموت العجينه الخميرة، لو الخميرة ساقعة طالعة من التلاجة أو من الفريزر هتاخد وقت طويل عقبال ما تخمر، لازم توصل لدرجة حرارة الغرفة الأول. بحط نص كمية المية مش المية كلها عشان لو ما احتجتهاش كلها. بحط السكر وبحط الخميرة وبقلبهم مع بعض وبسيبهم 10 دقايق. لو العجينة عملت فقاقيع من الهواء على الوش أو رغوة كده أكنها عاملة زي الصابون، يبقى الخميرة شغالة وزي الفل. لو لأ يبقى خسرنا الخميرة ومعلقتين السكر، أحسن ما نخسر الكمية بتاعة العجينة كلها. تمام؟ تمام. هنا أنا حطيت الملح على اللبن البودرة على الدقيق، هحطهم هنا وهديهم السائل الأول الزبادي والزيت، وبعد كده ببتدي انزل الميه اللي في الخميره وبعدين الميه التانيه. بصوا الخميره بدات تشتغل اهي مع ان ما عداش عليها ال 10 دقايق. بدات هتلاحظوا الخميره بتطلع لفوق كده وتبتدي تاكل في نفسها وتبتدي تعمل فقاقيع هواء اهي. ابتدي انزل الميه دي هنا. مش محتاجين ميه تاني، العجينه قفلت، محتاجين عجن 10 دقايق لربع ساعه. حشوه
او التوبينج بتاع اللحمه، لحمه مفرومه، دبس الرمان، طماطم مكعبات، فلفل رومي، اللي حابب يحط حامي ممكن طبعا يحط حامي، زيت زيتون، بقدونس، ثوم مفروم، بصل، صنوبر حسب الرغبه طبعا، دقيق وطحينه وملح وفلفل. احنا هنعمل ايه؟ هنحط الحشوه كلها في الكبه. هحط هنا بقى ملح، فلفل، انا على اللو باتري قلت لك، ملح وفلفل، بصل، ثوم، فلفل رومي، لحمة، دقيق، طحينة. الدقيق والطحينة، الدقيق هيمسك ودبس الرمان هيمسك السوائل، والطحينة هتمسك السوائل وهتديني طعم. الطماطم آخر ضربة، علشان ولو ان انا حطيت الطحينه والدقيق مش هقلق منها انها تنزل ميتها قوي، وانا كده كده مش هضرب كتير، يعني انا يا دوبك همسك المكونات في بعضها. هحط هنا كده 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 كده، اوكي، واشغل. بسم الله. قوي كده العجينه اللي عندي خمرانه مرتين، خمرت المره الاولى وبعدين شكلتها وبعدين سبتها تخمر التخميره الثانيه، ودي افضل نتائج للخميره او للعجينه المتخمره اهي. اول تخميره في بوله وخمرتها وبعدين شكلتها وفردتها وغطيتها وسبتها تخمر مره كمان، تديكوا احسن نتائج اهي. ولازم العجاين طول الوقت تكون متغطيه، والا بتعمل قشره ناشفه ومش هتعجبكم. نجيب بس جلوفز كده ونجيب زيت زيتون وناخد الحشوه بتاعتنا، هنزود بقى عليها البقدونس. انا ما حطيتش البقدونس جوه الكبه عشان ما يسودش، فهقوم عامله ايه؟ ارفع السلاح الاول عشان السلاح يطول اهو، يعني مش هيبقى، وشويه البقدونس اهم، ونقلب كله مع بعضه. اخدت بصوا ازاي يا حبايبي، وبعدين ببتدي افرد كده اهو. شايفين العجينه وجمالها؟ تعالوا هنا كده بس عشان نطمن على العجينه، معلش. شايفين؟ ما شاء الله اهو. بصوا عملنا ايه في اللحمه، حطينا اللحمه في النص وطلعنا بيها على الاطراف، وبعدين ظبطنا الشكل بتاعها وهندخلها دي. خلاص انا كده مش هسيب العجينه ترتاح بقى مره ثالثه، خلاص هي المره الثانيه بس عشان تديكوا. بصوا شايفين النتيجه دي؟ نتيجه ممتازه، هتدخل على الفرن. لما تطلع هديها رشه زيت زيتون، رشه بقدونس فريش، رشه صنوبر، ودبس الرمان، كل دول فريش على الوش اول ما تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. فرن حامي، درجة حرارة 200، الرف اللي في النص فوق وتحت شغال، الفرن محقق درجة الحرارة قبل ما دخل المناقيش، يعني شغال لمدة تلت ساعة على الأقل على نفس درجة الحرارة اللي أنا عايزاها، مش أعلى ومش أقل. وأسيبه بقى إيه مع نفسه 10 دقايق.